ازاي اعمل ديسبلاي للفريندز تحت الفريند ليست كده زي ما انت شايفهم جوه الداشبورد دوت بي اتش بي. تعالوا نشوف الداشبورد واقفه على ايه. الداشبورد هو ده الشكل بتاعها الحالي. انا محتاج ان انا اشيل الهيد سيكشن ده بالكامل، وهنعمل انكلود لفانكشنز دوت بي اتش بي، وبعدين انادي على الهيد. وبعد كده احنا قلنا الهيد ده خاص بالمستخدم اللي عامل ساين ان، فاذا انا هاجي على اف اي سيت كوكي الناجح، السيتنج بتاع الكوكي ان هو موجود، هقول اعمل انسيرت بقى للهيد طبعا عن طريق الفانكشن بتاعته على طول. هنزل الهيد هنا، وبعدين هقول جملة ال SQL بتاعتي اللي هنادي بيها ال child user. هنادي ال child user من ال friends table لما يبقى ال parent user هو مساوي لل cookie ID اللي هو محطوط في ال ID دلوقتي. يبقى ال SQL عندي سهلة جدا، الجملة بتاعت ال SQL ده انا هروح انادي على ال friend بتاعي. ال friend ده متسايب في مين؟ متسايب في ال child user. فهقول له ايه؟ select child user column from ال friends table لما يبقى هو ال ID، او اسف لما يبقى ال parent user بيساوي ال ID. اللي هو الكوكي اللي عندي. وبعد كده هقول الريزلت. طبعا احنا زهقنا من الحكايه دي، هنطلع نعمل الكونكشن وهنقول الريزلت بيساوي ماي سيكوال اي كونكت و اس كيو ال. سي او ان هتساوي الكونكت فانكشن. مش لازم الترتيب يعني، حتى وانت ماشي يعني جيت على الريزلت لقيت ان انا محتاج كونكشن رحت طالع اعمله، مش شرط ان انا كنت يبقى الصح ان انا ابدا الاول ان انا اعمل الكونكشن، لا عادي انت وصلت للمتغير اللي انت محتاج تستخدم فيه الكونكشن رحت طالع كريت الكونكشن. فالريزلت هتساوي الكونكشن والاس كيو ال بقى، كونكشن والاس كيو ال. زهقنا منها الجمله دي واللي بعدها كمان. وايل الرو كان بيساوي ونند الوايل بلوك، وانزل بيه تحت واظبط الاندنت بتاعي. while كان المتغير اللي اسمه رو بيساوي MySQL fetch asoc MySQL i fetch asoc associative of result. هتعمل ايه لما الكلام ده يحصل؟ تعال نطبع ال ID echo row of ال child user. هو ده ال ID اللي احنا رايحين نجيبه، وننهي الموضوع ونشغل الصفحة. هلاقي طبع لي 6 5 7 8، فعلا هم دول الأصدقاء بتوعي. طيب تعالى نعمل كومنت للكلام ده وناخد دي كوبي ونعمل، أو ناخد هنا على طول نقول الفريند أو الشايلد أي دي بقى، لأن ده هيبقى بالنسبة لي الشايلد أي دي. يبقى انا رحت جبت الاي دي هات بتاعت المستخدمين اللي صحابي وحطيت الاي دي ده جوه تشايلد اي دي. هدخل اعمل الاس كيو ال اللي هتبحث لي على الاي دي في التيبل بتاع اليوزرز ده. انا بقى جبت الاي دي بتاع صديقي اللي هو 6 ده، هاخد الستة اروح بيه للتيبل بتاع اليوزرز اطلع الريكورد بتاع المستخدم رقم 6 اطلعه كله. هاخد منه ايه؟ هاخد منه في جملة ال SQL هاخد منه ال ID بتاعه، وهاخد منه ال extension عشان دول هيعملوا لي الصورة بتاعته، وهاخد منه ال user name عشان هطلعه هو التايتل بتاع الصورة. فاقول هنا ال SQL FRND اختصار فهند، ف SQL underscore FRND هيساوي الجملة بتاعت ال SQL بتاعتي select. هنسلكت تلات حاجات بقى، ال ID وال extension وال user name. ال ID وال EXT وال username. الكلام ده from ال users table where مين الدلالة اللي معايا؟ الدلالة الوحيدة اللي معايا هي ال child ID، يكون بيساوي ال ID. فأقول هنا ال column ID يكون مساوي لل child ID.
وبعد كده هقول او هحاول بقى اطبق جملة الاس كيو ال دي عن طريق ال اف ار ان دي ريزلت. هحط متغير هنا اسميه اف ار ان دي، ده هيساوي ماي سيكوال اي كويري للمتغيرين الكونكشن، وما نلخبطش بقى فيها لان المرة دي هنقول الكونكشن والاس كيو ال اف ار ان دي. مش عايز كتر الكتابة يخليك تيجي هنا تتلخبط. دلوقتي انا داخل جبت خلاص المتغيرات اللي هبني بيها بقى الصديق بتاعي. هبني الصديق، هبني اول حاجة اللينك بتاعت الايمج بتاعته، وبعد كده احط اليوزر نيم تايتل ليها. فاقول وايل كان ال اف ار ان دي او بيساوي ماي سيكوال اي فيتش اسوك اوف ال اف ار ان دي ريزلت بالظبط كده. او سوري، اند فريند ليست لوب كده اصح، اند فريند ليست لوب، وهنزل بيها تحت. وعايزين نعمل شوية اندنت بالظبط كده، هدخل جوه الهايل كده. انا نازل عامل اللينك بتاعت البي اي سي او اللينك بتاعت البيكتشر بتساوي اسم الفولدر اولا يوزرز تيبل يوزرز بيك سلاش، وبعد كده كونكاتينيت معاها الفريند رو اوف مين اوف الاي دي. ممكن ناخد دي والله كوبي عشان ما نكتبهاش تاني. الفريند رو اوف الاي دي كونكاتينيت معاها الدوت ومعاها الاي اكس تي. ادي الصورة بتاعت المستخدم جاهزة. طب اليوزر نيم بتاعه هيساوي الفريند رو اوف يوزر نيم. وبعد كده ممكن اقفل البي اتش بي مود وارجع افتحه تاني، مفيش اي مشكلة عندي. واطلع هنا اعمل او اخد بقى الدايفيرجن كوبي وبيست على طول، احنا عاملينه قبل كده. هنخش على يوزرز دوت بي اتش بي وناخد الاي دي ده، ناخد الاي دي ده كنترول سي ونرجع نعمل له بيست هنا كنترول في. خد بالك هنا عندك الويتس هنقلله شويه، هنخليه 32 ونخلي الهايت 32. وخد بالك ان التغيير المهم جدا اللي هيتعمل دلوقتي ان احنا عاملين ده اسمه يوزر نيم، وهناك كنا مستخدمين يوزر بس. فانا هنا عامل ايكو بيكس ما فيهاش مشكله او بيك ما فيهاش مشكله، لكن هو ده اللي فيه مشكله. لازم اخلي ده يوزر نيم فتبقى صاحي وتبقى فاهم انت بتعمل ايه كويس. وهنا ايكو لليوزر نيم. نظبط الاندنت بتاعنا كده، انا شغلي سليم وجاهز وما فيهوش اي مشكله. بس احنا عايزين نحط الدايفرجن ده على اليمين، في اقصى اليمين. فهنيجي نعمل قبل ما ننسخ او قبل ما نطبع الكلام ده، هنيجي نعمل دايفرجن. هنسمي الدايفرجن ده اف ار ان دي وهكتب تحتيه فريند ليست. يبقى انا هاجي قبل الجمله بتاعه الاس كيو ال وهقول ايكو ديف اي دي يساوي اف ار ان دي، ونقفل الدايفرجن ونعمل تحتيه ايكو كمان. نعمل هنا ايكو بنقول فيه بي تاج مكتوب فيه فريند ليست، وبعدين بعد القفله بتاعت الرو على طول اقول ايكو وننهي الدايفرجن. نطلع نعمل سي اس اس بتاع الكلام ده مفيش مشكله. اخر حاجه هنظبطها هنا ان احنا هنقلب الاي دي، عشان طبعا انا هطبع اكتر من واحده، فانا مش عايز اخلي فيه اي دي هنا اسمه يوزر، هخلي ده ايه كلاس، خلي ده كلاس يوزر. ده اخر تعديل هعمله هنا. بعد كده تعالوا نطلع نشوف السي اس اس ده بيقول ايه. بيقول الفريند اللي انا لسه عامله اديه الويتس 10% وخليه ديسبلاي بلوك ويبقى فلوتر ريت، يبقى في اقصى اليمين. واليوزر بقى عايزه يبقى ديسبلاي بلوك، الباك جراوند بتاعته تبقى الفلانيه، المارجن 10 بكسل، البوردر راديوس 90 بكسل، البوكس شادو هيبقى 1 بكسل من كل ناحيه وواخد رمادي، وبعد كده واخد بادنج 5 بكسل. تعال ندخل على اليوزر كمان البي اوف ايمج، يعني يوزر بي ايمج، لان عندي زي ما انت شايف اهو اليوزر جواه البي جواه الايمج. فانا عايز اتراك الايمج دي واعمل لها بوردر راديوس وبوكس شادو. فهقول دوت يوزر بي اي ام جي واخد الكلام ده من هنا كوبي البوردر راديوس والبوكس شادو. ممكن اعمل البوكس شادو ونجرب كده الوايت نشوف هيبقى نظامه عامل ازاي. تعالوا نشغل الصفحه بتاعتنا ونشوف ايه اللي هيحصل.
عندي مشكلة طبعا. تعالوا نشوف بس الزومينج، او اهم حاجة بنتأكد منها ان احنا نبقى واقفين على زوم مظبوط 100%، وبعدين ابدأ ابص على اي حاجة تانية. انا عندي مبدئيا الفيند ليست والكلام ده كله بالدايفيرجن كله عمال يتعاد، لان البوزيشننج بتاعه مش محطوط مظبوط. البوزيشننج بتاعه كان لازم يبقى قبل الهوايل، كان لازم يبقى قبل الهوايل اللي انا عاملها دي. مفيش اي مشكلة ان احنا نرجع نعدل حاجة زي كده بعد الريزلت، على طول نطلع نحط الاوبننج تاج بتاع الديف وكنترول اس ونشغل مرة تانية كده مظبوط عندي. ولو اني عايز اخلي الفريند ليست تيجي في النص، فهقول هنا الاين سنتر على الله تشتغل الاين. لو دوست انتر على طول هينزل لك بتو دبل كوتيشن، فانا عايزه سنجل كوتيشن واقول هنا سنتر. نشوف كده اف 12 اشتغلت معايا فعلا. تعال نحط بي ار تاج اخيرا عشان ما نضايقكش تاني. فبعد ده ممكن نحط بي ار تاج عشان بس ما تبقاش لازقه في البار. اف 5 ونشوف الناتج بتاعي هو ده اللي انا عايزه فعلا. ممكن تصغر ال 10% دي تخليها 8%، او ممكن تكبر الايمج شويه، اعتقد كده معقول. وبكده وصلت ان انا اعرض الاصدقاء بتوعي في الداشبورد. طب تعالوا نوصل للمكان اللي كنا بنضيف منه الاصدقاء من صفحه اليوزرز اللي احنا لسه ما عملنالهاش لينك على المنيو بتاعتنا، ونضيف صديق كمان، نضيف ميزو. تعالوا نضيف ميزو، سند فريند ريكوست. طبعا هو بيطلع لي على طول مع ان هو لسه ما وافقش على الصداقه، واحنا دي الخطوه اللي جايه اللي احنا هنعملها، ان احنا هندور على الاصدقاء الستيت بتاعتهم او واخدين ستيت 1، الحاله حالتهم واحد مش صفر. تعال نشوف الفريندز دلوقتي بقى عندي قد ايه. ميزو اتضاف فعلا، يبقى انا كده ماشي 100 100 وماشي مظبوط. كملوا معايا ومش عايزكم تملوا، وان شاء الله الاحسن جاي.